السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. فارس حسونة يهدي قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وإليكم التفاصيل. نجح الرباعي القطري فارس حسونة في منح بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية من خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كيلو جرام في طوكيو 2020. وجاء فوز فارس إبراهيم حسونة الباخ مصري الأصل بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في 2019. وتعد ميدالية فارس حسونة هي الثانية للعرب في منافسات طوكيو 2020 بعدما سبق وفاز التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية في السباحة. وسجل فارس حسونة رقما قياسيا أولمبيا 225 كيلو جرام. حاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كيلو جرام، لكنه أخفق. وكده عن هنا الخبر. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وسنوفيكم بكل ما هو جديد.